صباح النور وصباح الخيرات عليكم كاملين، كي دايرين؟ البرد والبارودي اليوم. بنتي ملاك اول مره غادي تمشي، او اول نهار غادي تمشي هنا في فرنسا للمدرسه، وراني غدا معاها بحال كنا كنمشيو شحال هادي لازيلو. غدا معاها اليوم حيت خاصها تمشي، خاصها تعود على البولمان او لا الطوبيس. مهم ما عارفاش كيف، حتى انا باقا ما عارفه والو. مهم اول نهار ليها في المدرسه، غادي نديها انايا وغادي نمشي معاها حتى انا في الطوبيس او البيوس او البولمان. كل شيء جديد علينا، كل شيء باقي علينا، يعني حياه جديده، حياه شويه صعيبه، ولكن مع الصبر كل شيء كيدوز وكل شيء كيفوت. هادشي اللي كاين اجي مالك من هنا. بنتي راه شدها الخلعه، شدها ما عرفتش شنو، قالت لي ماما بحال اول مره غنمشي للمدرسه. مهم بغيت غير نشارك معكم اول نهار ليا مع بنتي في المدرسه هنا في فرنسا، وكنحاول نصور لكم البنات يعني المراحل والايام ديالي كيفاش كندوزها، كيفاش كنمر بها. كلشي الحمد لله، كلشي غادي على ما يرام، الحمد لله والشكر لله. هذه مرضات الوالدين ورضات الله سبحانه وتعالى على الانسان، اننا يعني اي حاجه كنطرقوا ليها اولا كندقوا بابها كانت الحمد لله، اللهم لك الحمد. يلا خليكم معايا انتما، كلشي راه غادي للمدرسه، كلشي الناس الصباح هذا وعندهم البرد، البرد عرفتي، واحد البرد. مع انايا مولفه غير كنخرج من الدار نيشان للطوموبيل، فهمتوني؟ يعني ما كنحش بالبرد. واما لا خرجتي تمشيتي وكنتي عندك ما تقدي وهكا، يعني كتلبسي عليك وكتخرجي وهذا، كتحسي بداك البريد، كتحسي بالاجواء وكتحسي بالجو، يعني حتى هادشي هذا شي حاجه مهمه. يلا البنات خليكم معايا، اليوم غنوصل. دابا حنا جينا للمدرسه، جات معنا كريمه، قلت قولي السلام للبنات. السلام. السلام. نحب الغنم ومالك راه تما. كنقول لها شوفي تخرجي مع 12 عدا كملي تبقاي دوري ليا. هاتي فين ما مشيت دايره خبله، ها فين ما مشيت دايره خبله. يلا خليكم معايا غادي يجريو عليا المدرسه. احنا صحاباتي يا حباباتي كملنا من المدرسه وجينا هانتم، كاين على الوراق هانتم على لاله كريمه. السلام. ها هي هي مسكينه اللي خدامه في الوراق، حيت كنحاول كنفهمهم كاع الخطوات اللي جيت من طاليان لفرنسا، ولكن الحمد لله كلشي دايز بخير وعلى خير. ياك كريمه كلشي دايز بخير وعلى خير. دابا غادي نفطروا، شوفوا قهوه وحليبه، شوفوا الميلشاي ديال المغرب هانتم يا اختي هانتم. وتبصر كلمه خدامه. يلا باي باي، هنا غادي نخليوكم وهنا غادي نقول لكم باي باي عليكم. كريمه باي باي، فاطمه.